بدي تكوني إلي. رح روح. قصدك تقول في أسئلة ببالك؟ سؤال واحد، يا ترى الشيطان هو يلي عم يخليني وقف بين ماجد وناريمان؟ والله شاطر. بعدين أي حدا لما بده يتهرب من الحقيقة ما بيسأل لأنه خايف من الجواب. يمكن، رح أجي معك لنقول إنك سألت. أكيد رح خاف أسمع جواب البنت، وإلا ما في شي غيره. أنا ما بعرف إذا فيني أتحمل هالموقف يلي رح حط حالي فيه قدامها. صدقني ما بعرف. أنا بحبك ناريمان. اترك إيدي ماجد. صرتي بدك تروحي فورا؟ أكيد بدي روح هلأ فورا. لشو ما بتحبيني؟ بدي أفهم بالأول. اتركني ناريمان. أنت ليش عم تهربي مني ومن حبي لإلك؟ لأنه للأسف مالي واثقة من حبك إلي ماجد. نسرين أنا لازم روح، برجع مو مطولة، بس نسيت على طاولتي بعض الرسومات، رجاء رجعيهم لمحلهم. أمرك يا خانم. شكرا كثير. تفضلي. مرحبا. مرحبا. أنا هي جيتي من الكلية، بعتوني لعند قريش خانم مشان أعطيها رسوماتي مشان المنحة. تسمحي لي؟ لا، بدي سلمها ياهن أنا بنفسي. مشيت هلا، بس رح ترجع بعد شوي. فيكي تنتظري لبين ما تجي. طيب، بشكرك كثير. شلون هالموديل؟ خبريني عجبك؟ نورهان حلو، شكرا كثير. هلا اجى دور المكياج ميرفت. عاصي لك ابني، انا ما عم بقدر افهم عليكم بنوب. ناريمان تغيرت عمو فايز. ناريمان تغيرت وانت لسه مثل ما انت؟ نحن صرنا كبار. ناريمان هيك عم بتقول، وأنا عم بعمل كل شي عم تطلبه. ناريمان قالت إنه رح تطلبها، وبعدين إجيت بس ما بعرف ليش بطلت، وأخذت أمك وأختك وطلعتوا.
ومع هيك يا عاصي انت وياها بتضلوا رفقه بالكليه وما بزعل اذا شفتك معه، واذا شي يوم عزمتنا رح نلبي دعوتك طبعا. انا ساويت كل هاللي عم تحكي عنه عمو فايز، وبعترف اني غلطت معك، بس انا ونريمان ما عاد اهتمينا ابدا بكل وعودنا. الله يهدي بالكم. انا عم بفهمك منيح يا ابني، بس يعني اذا شفتك شي يوم حايم حوالين ناريمان مستحيل اسكت. مفهوم حكي؟ لا تحولي لي تليفونات. بأمرك. نسرين، مرحبا. أهلا وسهلا يا خانم. أها، مين يلي عمل هاد؟ نحتوتة صبية بعتوها من الكلية من شان الدورة، بس طلعت قبل شوي ما سمعت كلامي، قلت بتيجي بتشوفيها. منيح، خير ما عملتي. وهي رسوماتها. هاتي لشوف. شو هالتكشيرة؟ شوفي. وإذا قلت لك ما عجت؟ تعي تعي. كتير لابقت لك هالشغلة. ميرفات؟ شو عاملة بحالك؟ ولا شي. قلت لحالي شوية تغييرات بيخلوا الواحد يروق. مو غلط أبدا، بس ليش لا تعملي بحالك هيك؟ مو حلو اللي عملته؟ لا، طالعة مثل ما بدك وأكتر، غير شكل. أصلا كمان أنا مو عاجبني كتير
برأيي طالعة حلوة كثير. نعم؟ لك طالعة بتجنني ميرفات. سمعتي؟ سمعتي شو عم يقلك؟ يا الله منك يا، ليش قلتي له هيك لماجد؟ لأني هيك عم حس تجاهه فخرية. أنت خايفة منه زيادة عن اللزوم. هي مو مسألة خوف، بس أنا ما عم بقدر أنسى التصرف اللي سواه معي هداك اليوم. ما عم بقدر أنسى أنه ما دافع عني وتركني أتعرض لموقف صعب كتير. كان واقف حضرته عم يتفرج لما نيفين ضربتني كف قدامه. بابا قال لي حتى تعرفي مستقبلك لازم تلقي نظرة على ماضيكي. طلع صح كلامه. عمو فايز نبه حضرتك كتير وقال شغلات كمان بذكرك فيهم؟ يا الله دخيلك، يعني ما عم استوعب بكل هالحب اللي عطاك اياه ما لقيتي عنده ولا شغلة حلوة؟ ما لقيتي شغلة تريحك؟ ولا أي شي سحرك؟ بلا فينا ريمان، أنا متأكدة إنه في ماجد شخص عن جد مميز وكنت كتير مبسوطة. فخرية أرجوكي سكري على هالموضوع بقى، أصلاً أنا وضعي مكركب اليوم. ليش حبيبتي وضعك مكركب اليوم بقى؟ أنتي قلتي للزلمة إنك ما عاد بدك تشوفي، شو ناقصك؟ إذا في واحد وضعه مكركب اليوم فهو ماجد. أنتي ارتاح بالك ومو هامك. إيه رح أضربك يا فريديا، ولا شو جلدك عم يحكك بالله؟ سكتي مو ناقصتك. ايه والله عاصي رح يطلع روحي ويخنقني. ماجد. ايه هيك ها؟ لك شو عم تساوي؟ ما بدي رد فخرية، ما بدي اتصل. ليش؟ لأنه ما في داعي بنوب، إذا قلت له موافقة رح اتعذب وعذبه معي. يعني هلأ إذا قلتي له لا رح ترتاحي ناريمان؟ وآخرتها يعني ردي. أنا ما عاد رد عليه. معلش قول شغلي. حاجة فخرية بكفي. سكتي ولا تحكي. بدي أحكي وفش خلقي. أنت مجنونة بماجد وعشقانتي. رح استناكي بكافيه الوفاء اليوم، وإذا ما رحتي لهنيك رح كون قدام بيتكم. هذا الزلمة صار مجنون فما رح يسكت من دون ما تشوفيه وتحاكي. شو؟ تحركي. Thank you.
هي جيت. فينا نعوم؟ السكين لا تعرف أنها حين تقطع ستسيل دماء. وطول الأناة والصبر لا يعرفان أن لهما حدودا. لو كنت موجة فهل سأجد ذلك الشاطئ الذي ذابت فيه دموع المآقي؟ عاصي انت شو جاي تساوي هون؟ مو هذا هو السؤال يا خانوم. انت شو عم تعملي مع هذا الزلمه هون؟ بالدرجه الاولى ما بحب حدا يقعد على طاولتي بدون اذن مني. ثانيا يا ريت هلا تتعود تشوف ناريمان باي محل معي. وثالثا ما تتطلع فيني هيك من شان ما اتصرف معك. شو بتعمل اه؟ شو بتعمل؟ عاصي لو سمحت. شو بتعمل؟ بتنادي ابوك يعني؟ عاصي ماجد لو سمحت. اسمع تاني مرة ما عاد بدي اشوفك معك. عاصي روحي امشي. عاصي خلصنا روح من هون. شرشحتني قدام الناس. وهي بعيونك شفت انت ما عاد لك اي مكان هون. نعود؟ بعد عني. مثل ما بدك اهدي لو سمحتي. قولي اللي بدك تقوله بسرعة ماجد ما عاد عندي وقت بنوم. ناريمان نحن متوترين اتنيناتنا خلينا نحكي بغير وقت. لسه ما فهمت ما هيك؟ ما عاد في شيء اسمه غير وقت ماجد. ما في مكان تاني ولا حتى موعد بنوب. كمان ما في شيء اسمه اتنيناتنا. ما كان في هيك شيء ولا حتى رح يصير. انت عم تقسي علي ناريمان. شو نسيتي حالتك وقت اللي مسكت لك ايدك؟ نفسك ما عم بنساه. لسه بتذكر الوقت الحلو اللي قضيناه مع بعض. بدي امشي. جد بدك تروحي؟ خلص ما عاد بدي ضل هون. ما
شرشحتني قدام الناس. وهي بعيونك شفت انت ما عاد لك اي مكان هون. ناريمان شبك؟ انا مالي منيحه ابدا يا فخريه. شوفي اجا عاصي ولقطنا. اه تعي تعي لقلك. اخ من عاصي ماجد. ايوه بدي احكي معك بشي مهم. وشو هذا الشي المهم؟ مشان نيفين. انا جاي انوار. والله ما قدرت تجيب شي من كثر الغلا. ايه معك حق. حاجة تعذبي حالك يا زهرة بتزبط ان شاء الله. خالة زهرة كيف آسيا؟ ايه هلا قولي بحبوها بيت حماها ولا عم يعذبوها؟ عم يعاملوها منيح ولا شو الوضع؟ طمنينا فخرية. خلينا نطلع. شو رأيك؟ شو الغلط بسؤالي خالي؟ أنا كنت حابة نقعد مع بعض ونحكي ونتطمن على آسيا شوي، بس الظاهر صار سوء تفاهم. بتمنى إنه ما تزعلي. إيه؟ زهرة ما تردي على هالكلام، هدول لساتهم ولاد. الله معك زهرة. شو بكن انتو؟ هي ناقصة حقيكن يعني؟ مين طلب منكن تسألوا عن بنتها؟ عن جد ما عاد استحيتوا بالمرة. عم نحاول نفهم الخالة زهرة غلطة، هاد هو الموضوع. هاد اللي ضل ناقص تفهموا زهرة. ايه أحلى شيء إنه الصغار يتفهمنوا هالأيام. انتو شو شفتوا بهالحياة؟ تعذبتوا شي؟ لكن الحكي سهل. حدا داق العذاب بيناتكن لحتى تجي وحدة مثلكن تفهمها لزهرة؟ لازم تقضوا الأيام اللي قضتها هي. لازم تكونوا أمهات أنت وياها وتعيشوا حياتها وتعرفوا معنى الآخ. بعدها يمكن يصير لكم حق تسمعوا هيك كلام. فخرية انت لعدت تحكي شي مع خالة زهرة وانا كمان اليوم قسيت عليها. عن جد هي حالتها سيئة. ايه فهمت. ولو ما عاد احكي شي خلاص عدي احكي لي الموضوع. عاصي وين شفتوه وشلون؟ هو شافنا اليوم. انا وماجد يا دوب كنا قاعدين. ايه قام فورا اجا وقعد معنا على الطاولة. عاصي؟ عاصي اللي منعرفه عاصي؟ ايه ماجد وهو تخانقوا كتير يا فخرية وفاتت القصة ببعضها. بس شو اللي صار هلأ مع عاصي؟ مو على أساس كان بدكم تتركوه؟ بس اسكتي ولا عاد تحكي على عاصي هيك حكي. يوه ما عاد جيب سيرة عاصي وهذا وعد شرف مني. ويشهد الله علي. الله ييسر له. احكي لي وشوفي كيف ما عاد جيب سيرته أبدا. ما تتطلع فيني هيك من شان ما اتصرف معك. شو بتعمل شو بتعمل؟ عاصي عاصي لو سمحت. شو بتعمل؟ بتنادي ابوك يعني؟ عاصي ماجد لو سمحت. اسمع تاني مرة ما عاد بدي اشوفك. عاصي شو بك؟
انت كأنه مزعوج. وقتي ضيق شوي انور، لو سمحت اختصر. انا ما شفت حدا كل حياتي بضل مشغول بحاله هيك ماجد. ممكن تلاقي شوية وقت لتشوف اللي حواليك، مثلا نيفين. انور شو بدك تقول؟ ماجد، نيفين في ملعوب براسة. ايه شو؟ قصدك يعني الملعوب اللي عم تمثله انت وياها سوا انور؟ اذا بتعرف ليش سكتت. لاني انا ما عندي وقت لهالمسخرة التافهة بنوب انور. انت مقتنع انه انا ممكن صدق هاي القصة؟ اه؟ بدون شي هيك بدكن تحبوا بعض؟ لتخلوني غار انور؟ ليك ماجد، بهداك اليوم نيفين سمعتك لما كنت عم تحكي على الموبايل، وصابتها أزمة نفسية كبيرة كتير، ووصلت لمرحلة ما بتنوصف. انت مع مين حكيت على التليفون ماجد؟ ناريمان ما؟ عاصي قاعد معنا على الطاولة عم قلك. اوف فخرية، شو رح يصير بعد هاليوم الأسود؟ ناريمان، هلأ معقول إنه ماجد استوعب هذا الموقف؟ بس أنتي فهميني شغلة، ليش ما سمعتي لماجد؟ لأنه ما في شي ينحكى بنوب، مفكر حاله إنه بيحبني هو. أنتي كمان الظاهر بلشتي إنه تحبيه ومو حاسة ناريمان. أنوار، أنا اليوم كتير مزعوج، لو نسكر على القصة، ماشي؟ ماجد، بدك تسكر على المشكلة، هالموضوع بيرجع لك، بس لا تضايق نيفين أكثر، أصلاً هي كتير تعبانة. مو هي اللي اختارت هاللعبة الوسخة هي يا أنوار؟ تستاهل. سلام. كيفك يا روحي؟ فخرية خلصنا، ماجد موضوعه منتهي، خلص عندي. ما بظن انه نشوف بعضنا مرة تانية بعد اليوم بنوب. ماجد، انا بس كنت عم بمزح معك، وعن جد كنت بدي احكي لك وقف هاي المسحة الغليظة، بس الظاهر انه السيد انور سبقني. شو هالحكي؟ هذا الشيء ما عاد اسمه مزح، هيك انت هنتي حالك قدام الناس. اصلا كل هدول الناس اللي انا نهنت قدامهم ما في شيء جديد عليهم، تعودوا على شوفتي مبهدلة ماجد. بكفي نيفين، عم تتصرفي كأنه صغيرة، كبري. ماجد. نيفين، شوفي يا بنت، أنا متضايق وما بدي أسمعك، لو سمحتي اطلعي، لو سمحتي. فهمي، ما بدي تصير عداوة بيني وبينك، اتفقنا؟ وننسى القصة. ما بدي اياها شفقتك علي بنوب. نيفين خانم، خير؟ فيكي شي؟ ارتاحي شوي لو سمحتي، تفضلي. شكرا كلك صعب. شو بتحبي اعمل لك؟ جيب لك مي؟
يا ترى أنا وأنتي التقينا شي من قبل؟ لا ما بظن. خليني روح جيب لك مي. ماجد، أنا ما حكيت لك القصة مشان تصرخ على نيفين وتعصب عليها، عم تفهم؟ ليش عملت هيك؟ شوف لقدام، خليك صاحي. بس اللي عم تعمله نيفين هلأ مو مقبول بنوب. هيك برأيك؟ وانت؟ نيفين؟ ممكن تاخذني من هون فورا أنور؟ تعي. شو عاملة؟ شلون شايفتيني؟ شو مو حلو يعني؟ ما عجبتك؟ مو قصة ما عجبتيني، ليش لحتى تساوي هيك؟ ما بعرف، يعني ممكن عم يضيق خلقي. كنت حابة أعمل تغيير بشكلي. شبكي أمي، معقول ما عجبتك؟ عم تقلدي ناريمان بالله؟ أنا مشغول بالي على آسيا وأنتِ عم تعملي لي شعرك؟ أنا كمان مشغول بالي عليها. أنا بحياتي ما نسيت هالموضوع. هي حبيبتي وكمان عمري. بس بعتقد مو شعراتي هنن يلي رح يرجعوها، مو أنا يلي بعت آسيا لهوني. ميرفت لا عاد تحكي شي، أنا خلقة معصبة ومنرفزة، ماني رايقة وفايقة مثلك. لحظة فرح صغيرة بتستكتروا عليه أمي. بشو غلطت بالله؟ لأول مرة اليوم حسيت بطعم الفرح عن جد يا أمي. بس طبعا أنا ما بستاهل، أصلا حرام علي أفرح لو لمرة بس. ليش أنا هيك؟ فهميني، ليش ميرفت ما حدا بيقدرها نهائيا؟ ميرفت روقي بنتي، أنا كنت مزعوجة على آسيا مو أكتر والله. بس هذا ما بيعني إنك حاسة فيني. قولي لي كيف بدك يعني كمل عمري؟ بكفي بنتي، انتي طالعه حلوه روقي. فكرتيني اذا زبطت شعراتي معناتها ما في عندي احساس. وهلا احسن ما؟ مشي الحال؟ عجبتك هيك؟ خلص ميرفت طولي بالك روقي. لا 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 استني شوي، ما مشي الحال امي. ليش هيك؟ تركيني ركيني ميرفت، ركيني بنتي. اليوم انتي كتير حلوة. أنا ما ممكن كون حلوة صدقيني، أنا مستحيل كون حلوة مثل غيري. أنا مفروض علي أتحمل كل عذابات هالبيت دايماً. أنا مفروض علي أتحمل كل هالقهر وبس. أنا مفروض علي حل كل المشاكل اللي عم تصير وبس. أنا مستحيل كون حلوة أمي. خلص اهدي. إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق. في شي مشكلة؟ بنوب ما في شي مهم، تفضل ارتاح. مشغل بالي على نيفين، ما قدرت حاكيها، قالوا لي كانت معك، يعني أنت وياها، وبعدين اختفت. تعرف شي وين بنتي؟ هي من شوي راحت. ماجد، يعني ما صار شي بيزعجها لبنتي؟ سليم بيك، أنا ونيفين نحن بصراحة
سليم بيك، ضيوفك وصلوا هلأ ودخلناهم على القاعة. شكراً لك. ماجد، لما كنتوا صغار انت ونيفين كنتوا تحبوا تروحوا على محل، متذكر شو كنت خبرك بوقتها؟ نيفين أماني عندي.